اخوان السلام عليكم. طبعا انا سيد رعد البعاج، ساكن بابو الجوزي وبابو الخصيه، وهذا الشارع قبل ساعتين كان مفتوح، اجوا سدوه. هاي التراب اللي تشوفونه قدامي زين، هاي المنطقه ما بيها واحد مريض، يعني وبس الكورونا ما بيها واحد بضغط بسكر. انا هسه عندي علاج، جابوني اولادي شالوني شيلوا ووقفوني هنا، اريد ارجع البيت ما اعرف شلون ارجع. يعني هاي حال زين، المره حامد تيجي تجيب شلون يشيلونهم هاي؟ هسه افتهمنا مرض كورونا وباء بوجود وحجر صحي افتهمنا، بس اكو حالات طارئه، اكو امراض ثانيه مو بس الكورونا. يعني هذا عمل واحد يسوي؟ يعني هي انسانيه؟ مو هيك يا عمي، مو هيك مكافحه الوباء، ما يخالف حجر صحي شارع مقطوع سيطرات موجوده، امنا بالله. بس شارع منفذ الوحيد زين عوف المرض، كل احنا عندنا امراض وطبنا طوب مو مشكله. زين الماي شلون يدخل لنا؟ سياره البلديه شلون تدخل لنا؟ يعني هو حجر صحي لو اعدام جماعي؟ اذا اعدام جماعي شلناها بيضه حتى نفتي. يا عمي والله متنا، والله ملينا من هذه الاجراءات التعبانه.